اعتقد في منطقه القرين، راح نتاكد من العنوان. الاخ يمكن راسلناه وقال انه في منطقه القرين. يا ليت الاخوان مناشده الى شركه الاتصالات فيفا، الى وزاره المواصلات، ابراج الاتصالات وانتشارها بهذه الطريقه خطر. وعندنا تقرير باكر عن هذا، في احد البيوت في سعد العبد الله حاط له برج اتصالات، ما يجوز، لازم في تشريع لهذا الموضوع. واتمنى ان الاخوان في شركه اتصالات فيفا بسرعه يصلحون الخلل، لانه فعلا ازعج اهالي المنطقه. وليت من شركه اللي في الاخوان المسؤولين في شركه اتصالات يتجاوبون معانا ومناشدتنا. واتمنى وزاره المواصلات ايضا تدخل في هذا الموضوع، واتمنى ان باكر يقولون حلوا المشكله. اتمنى ذلك المواطنين يسالون. اعزائي المشاهدين